في توة الأدوار الصعبة، رئيس جمهورية التمثيل، حالة من الإبداع، حالة من التمثيل، حالة من الصدق والحب. باختصار هو المبدع باسم السمرة. في الشنطة دي سلمى بنت، بص عليها. بقول لك بص عليها يا أستاذ أستاذ سلمى. بقول لك سلمى سبت الهضبة شتالك. هتقولي انت باشا. تحية لفتوة التمثيل باسم السمرة. الناس الحلوة، وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال على الراس